طيب الآن خلينا نقوم في عملية النسخ الاحتياطي. مبدئيا في البداية نحتاج إلى تحديد قاعدة البيانات، حدد قاعدة البيانات المحلية، وبالتالي فإحنا نحتاج إلى Open File Dialog داخل هذا، يعني داخل لمن يقوم على ضغط على هذا اللينك ليبل. بالتالي فإحنا هذا الاسم أو اسم قاعدة البيانات راح يكون مشترك، فراح أعرفه هنا في الأعلى. أوكي، راح أعرف عن متغير من نوع String. تمام، أقول هنا أنا String اللي هو Database Name، اسم قاعدة البيانات. تمام، هو هذا راح يكون عندي سترينج، هذا المتغير راح يكون عام عليهم كلهم. وبعد ذلك ابدي اسند للقيمة لمن يضغط على هذا اللينك ليبل. في البداية احتاج الى تعريف متغير من نوع اوبن فايل دايلوج، اسمي اوبن فايل دايلوج، استنسخه من عنده بهذا الشكل، ثم اعرف عن متغير اسمي ريزولت او مثلا ار اس. هذا ايش راح يسوي لي؟ يسوي لك open file dialog dot show dialog حتى اخذ الريزلت مالته. بعد ذلك اتحقق من انه المستخدم انه ضغط على اوكي، فري ار اس ايش يسوي لك؟ يساوي عندك dialog result dot okay، اي ضغط على اوكي. وبالتالي ابدي بصورة مباشرة اقل لعدي db name، يعني db name هو ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك open file dialog dot file open file dialog or اللي احنا عرفناه، طبعا اللي احنا اخذناه اللي احنا استنسخناه من عنده dot file ايش؟ dot file name، وليس file names، لان الفايل نيم والنيمز في اختلاف. النيم هو الواحد، النيمز مجموعة تحديد او مجموعة اختيارات. اوكي، فالان اصبح عندنا اسم قاعدة البيانات. تمام، الان خلينا ننطلق الى عملية حدد مسار حفظ النسخة. هذه طبعا كل هالامور ايضا تحتاج الى متغير تحدد من خلاله مسار حفظ النسخة. فنرجع ايضا على البارشيال كلاس، هنا داخل البارشيال كلاس ايضا تعلن عن متغير سترينج نسميه db save path. اوكي، ايضا هو عبارة عن سترينج db save path، لما يبدي يضغط على هذا نسدد له القيمة. فخليني اخذ الكود هذا اللي موجود هنا أنا نفسيته كترال سي، ثم ارجع هنا أنا اضعه كترال في، ولكن بدل ان يكون open file dialog راح يكون عندك folder browser، وراح طبعا يكون نيو من عنده. اوكي، ولكن بدل الفايل نيم راح يكون عندك ايش دوت دوت سيلكت باث، الباث اللي يريد يحفظ به قاعدة البيانات. وبالتالي فاحنا نريد نحفظ ايش؟ نريد نحفظ db save path. اوكي، فالان اصبح عندنا كل عمليتي التحديد. الان نقوم في عملية الاستعادة، عملية النسخ الاحتياطي. في البداية طبعا خليني في البداية أغير اسم الايفنت هذا، ثم أعمل ايفنت جديد. طبعا داخل هذا الايفنت في الأسفل هذا هو الايفنت، أجلب مجال الأسماء الخاص في using system.data، التعامل مع قواعد البيانات، ثم using system.data.sqlclient. تمام، الآن أرجع إلى الإيفنت هذا، عفوا إلى الإيفنت هذا، ثم أقل sqlconnection، هو راح يساوي لي عندي نسميه كون، وحيساوي لك عندك new SQL connection، ثم بعد ذلك امرر له الكونكشن. الان الكونكشن هو موجود عندي، موجود وين؟ هذا هو الكونكشن. اوكي، هذا هو الكونكشن، اخذه كوبي، ثم ارجع مره اخرى
على الباك اب سي اس واضعه بيست هنا، ولكن راح اجري بيه عملية تغيير. عملية تغيير هي هذه، انا هنا أنا ما احتاج الى هذا المسار، احتاج انه المستخدم هو يحدد لي المسار، وبالتالي ابدي احذف هذه كلها. خليني اخفي هذه النافذة حتى تكون واضحة عندنا. اوكي، ابدي احذف المسار هذا تمام الى حد المساواة، وابدي اعمل له كونكات بهذا الشكل زائد مرتين، ثم داخله اعطيه الدي بي نيم، اسم قاعدة البيانات اللي راح يحددها لي المستخدم. هذه اول شيء. نبدأ بالتعريف عن SQL command. SQL command ونسمي CMD، ثم فقط نعرف الآن هنا عندنا في الأعلى أو بلاش ذلك، أثناء عمل يعني العمل نقوم في يعني نقوم فيه مباشرة. الآن نعلن عن متغير من نوع string نسميه file، خلي يكون عندنا file name. اوكي، file name. ثم هذا المتغير ايش راح يمثل لك؟ راح يمثل لك ايش؟ يمثل لك الباث اللي حفظت به تقاعدة البيانات، اي database save path. اوكي، الباث تمام. زائدا اسم قاعدة البيانات، اضع هذه الشريحتين بهذا الشكل، ثم بعد ذلك اضع اسم لقاعدة البيانات مالتي اللي هي موجودة عندي. اين حصل اسم؟ هذا هو اسم قاعدة البيانات. اوكي، اخذ كوبي بهذا الشكل واضعه بيست. يمكن انه تضيف هنا التاريخ والوقت حتى تميز عملية الاضافة، ولكن اخليه مثل ما هو موجود الان عندي. الان اعلن عن متغير من نوع كويري. الكويري راح ننفذها احنا كويري str، والكويري راح تكون عندك كالآتي. راح اقول هنا باك اب داتا بيس، بعد ذلك اسم قاعدة البيانات، واقول له هنا تو هنا يعني داتا بيس نيم، داتا بيس نيم تو يعني باك اب تو ديسك، اضع علامة المساواة، ثم بعد ذلك كوتيشن، ثم دبل كوتيشن، والأخير كوتيشن. داخل دبل كوتيشن أضع اسم قاعدة أو المسار الحفظ، مسار حفظ قاعدة أو الفايل نيم. أضع أقول له هنا أنا عندي إيش؟ عندي هذا المتغير اللي هو اسمه فايل نيم تمام. ولاحظ هنا في 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 قبل نهاية الدبل كوتيشن أبدي أضع إيش؟ أقول له دوت باك اللي هو الامتداد الخاص في حفظ الباك اب. هنا الداتابيس نيم نحتاج أيضا نغيرها، اسم الداتابيس نيم نفس الطريقة السابقة، أبدأ أغيرها عندي بهذا الشكل، يعني أضعها بهذه الصورة، أو أبدي أضع الأقواس بهذا الشكل، ثم داخلها أبدي أضع إيش؟ أضع عندي زائد، ثم داخلها أبدي أضع اسم قاعدة البيانات اللي هو هذا DB name. تمام. الآن أعقل SQL command أسمي CMD وأستنسخه تمام من عنده، وأبدي أمرر له two parameter. لاحظ هنا أنا يستقبل عندك command text يعني query، الكويري اللي انا عملته حاليا، ثم ذلك الكونكشن. اوكي، فقط هذا. الان بعد ذلك ايش احتاج؟ احتاج لكون دوت اوبن، افتح الاتصال واقول له كون او سي ام دي دوت اكزكيوت يعني كويري، انفذ الكويري، ثم اغلق الاتصال دوت 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 دون نوت كلوز تمام. اوكي، ونحتاج طبعا هنا في البداية انه احنا نغلق الاتصال قبل تنفيذ هذه العملية. خل تكون عندنا بهذا الشكل. الفكرة العامة انه هنا استخدمنا DB name كاسم قاعدة البيانات هنا وهنا،
والفايل نيم خذناه من الباث تمام مع اسم قاعدة مع الاسم اللي تحفظ به انت قاعدة البيانات تمام. الان انا تقريبا الكود كامل، فبقى من عندنا انه نضع تراي له حتى نتجاوز الخطأ، ثم نضع كات الى الايرور ويكون عندك اكسبشن اي اكس، ثم نضع بلوك كود نطي مسج بوكس دوت شو بالنسبة الى الاي اكس دوت مسج تمام بهذا الشكل. طيب الان اخذ هذا كاتس، كل هذا الكود الموجود عندي هذا كاتس، اذا ما كان عندي خطأ فيتنفذ، واذا كان خطأ فاظهر لي هذه الرسالة. ثم بعد ذلك ايضا بنفس الطريقة السابقة اقول له اوكي اذا تمت العملية فاقول له مسج بوكس دوت شو، ثم اظهر لي بي سترينج انه هو تم النسخ الاحتياطي بنجاح. اوكي بهذا الشكل تمام. الان خلينا نعمل ستارت، ولكن قبل ذلك خلينا اتاكد انه فلاش ميموري تشتغل عندي تمام. راح احفظها داخل الفلاش ميموري طبعا، عدي ملف سابق طبعا، راح ابدي بعملية حذفه اوكي، ثم بعد ذلك ارجع اعمل ستارت على البرنامج. لاحظ الان في البداية نطلب من المستخدم انه طبيعيا انه يحدد قاعدة البيانات، يعني يحدد قاعدة البيانات. الان قاعدة البيانات هي وين موجودة عندي؟ اكيد هي موجودة عندي داخل الدوكيمنت في جوال ستوديو 2015 بروجكت، وعندي اثنين قاعدة بيانات، قاعدة بيانات خاصة في من؟ خاصة في البروجكت في عملية التطبيق، قاعدة بيانات خاصة في التطبيق يعني بشكل عام. فالان انا ما انه هو الان في حالة تطوير فاختار هذه قاعدة البيانات، وتقدر تختار قاعدة البيانات المتوفرة مع البرنامج. بعد ذلك open، بعد ذلك نحدد مسار الحفظ، قلنا مسار الحفظ راح نحفظه في الفلاش ميموري داخل النيو فولدر، ثم بعد ذلك اضغط على هذه الايقونة لعملية الاستعادة او عمل النسخة الاحتياطية، ولازم تظهر لنا رسالة تم النسخ الاحتياطي بنجاح. اذا العملية ناجحة هنا، خلينا نتأكد من العملية الان نجحت، فخلينا نذهب الى مسار حفظ النسخة ثم نتأكد من عدها. لاحظ هذه هي اجتنا باسم الداتابيس اللي انا حددته، يمكن تضيف اسم تضيف التاريخ، تضيف الوقت حتى تحدد تاريخ وقت عمل هذه النسخة الاحتياطية، ولا هو بالاساس هنا في الداتا موديفاي يكون موجود، يعني يكون في الداتا موديفاي. اوكي اذا هذه بالنسبة لعملية النسخ الاحتياطي. بقعدنا فقط نتعرف على عملية كيف نقوم ريستور بالنسبة الى الداتابيس.